هلا والله كنت طيبة. يظهر لي عملنا معنا ماتش كبير برشا، ربحنا صحيح، لكن نسيوا معنا تول ماتش قدامنا، سلا ماتش شوبيونا. إن شاء الله يا ربي حضروه تول، إن شاء الله نرجع تول الجديات، إن شاء الله تول نكملوا هكا. الانتصار هذا يزيدنا كان ثقة ويزيدنا خدمة، إن شاء الله الخادم خير بإذن الله. الحمد لله ربي، ما أنت استاج كان طويل شوية، الحمد لله ما أنت انتصار جاء في وقته، تونا طويل صفحة شامبيونز ليج، عندنا ماتشوات يستناو فينا في الشامبيونات صعب برشا، إن شاء الله نحن نكونوا حاضرين ونحضروا ماتشواتنا كما يلزم. والله الحمد لله معناها كانت رحلة طيبة، سيرتو عملنا ارتحنا نهارين في المغرب، عملنا ديزونترمون، معناها طيحنا تعب، ما كانت السفرة كانت سفرة طويلة. الحمد لله معناتها اليوم مش مازال من بعد نص ساعة على تونس، واحد معناها وصل فيها إن شاء الله يكون مرتاح، وصلنا مرتاحين برسك الجروب الكل، إن شاء الله معناها نكملوا معناتها وصلنا للسفاقس، نكملوا التحضيرات إن شاء الله نهار الأحد إن شاء الله ضد حمامنا. ظل أطول رحلة عملناها من بداية تشارك النادي الصفاقسي، لكن في مجملتها كانت أجواء طيبة، ظل الذهاب صار كما يلزم والإياب صار كما يلزم، معناتها الحمد لله الملاعبية ترينيو البارح عملوا سيونس باهية، واليوم الصباح عملوا سيونس ريفي مسكولار، اليوم ياخذوا راحة وغدوا العشية إن شاء الله نعطيك ماتش حمام نلف وكهو فسخ وعاود توا، معناتها ماتش دخل في التاريخ، يلزمنا ناخذوا منه الحاجات الباهية ونحاولوا نكملوا نخدموا على رواحنا. مازلت عندنا برشا شيونسات هامة، معناتها حتى البطولة بالنسبة لنا احنا هامة، لازم نركزوا عليها توا. الحمد لله والحاجة على السلامة بعد أسبوع كامل البرة، أكيد البرنامج عادي نحضروا ماتش حمام نلف نهار الأحد، إن شاء الله غدوة حصة التمرينية العشية، نهار الجمعة كيف كيف الصباح، نهار السبت الصباح إن شاء الله نتحولوا لتونس ونحاولوا، مازال البرنامج ماهوش فيكسي، مي نحاولوا إذا لقينا نجموا نعملوا سيونس في تونس ماذا بينا، إذا ما عملناش نجموا نترناو نهار السبت الصباح وبعد كنا نقصدوا ربي إن شاء الله لمباراة حمام نلف. لا صحيح هذا حلت ويلت شوية، الحمد لله خدمنا غادي وصلنا المغرب، خدت تانينا في المغرب وتوا ما رايحين تونس إن شاء الله، وغدوا نبدأ التمارين تاعنا، رحلة تعديت ممتازة وإن شاء الله رحلات كل هكا إن شاء الله. شنية جوك أنت ورام مجريد؟ خويا هذاك أقوى جول في تونس، أعطيه الكاميرا اليوم أقوى جول في تونس هذا شفتوه وماشي للأوروب، شفت أنا كيف نتيك؟ أصبر شكر خاي مش ياسين مرياح هذاك سامي ترابلسي تاع النادي الرياضي الصفاقسي في كل شيء شبه لسامي في لعبه في الشورت كيفاش يهزه حتى في الشليغم زاد ريحة البلاد يا بابا ورد وياسمين يا بابا ريحة البلاد يا بابا ريحة البلاد يا بابا ريحة البلاد يا بابا